مزيد للمتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. دكتور رامي بعد التحية، يعني وزير الخارجية يشارك في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في البداية كيف تساهم جهود تكثيف التشاور مع الأطراف الأوروبية في وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة؟ في البداية برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني يمكن مشاركة مصر الاجتماع ده الحقيقة في تبادل للمنفعة المتبادلة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمستقبل الوضع في غزة. طيب عشان بس أكون شارح بمنتهى البساطة والسادة المشاهدين يفهموا، بص يا فندم، مصر دلوقتي هي الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا الموقعة على بروتوكول مكافحة الهجرة غير الشرعية. الهجرة غير الشرعية مصر بتحارب الكلام ده نتيجة تدفق اللاجئين اللي بيتخذوا من مصر كوبري أو معبر عشان يروحوا بيه أوروبا. تمام. طيب مصر هنا هي اللي بتحمي المجتمع الأوروبي من حاجة اسمها في العلوم السياسية التركيبة الديموغرافية. يعني إيه؟ أوروبا عندها نسبة المكون الأوروبي في المجتمع الأوروبي، النسبة فيه بدأت تتدهور أو تقل بعد ثورات أو ما يسمى بثورات الربيع العربي، نتيجة أن العرب مواطنين كتير عرب هاجروا لأوروبا، وبالتالي بقى الغالبية العظمى دلوقتي في التركيبة بتاعت المجتمع الأوروبي راجعة للعرب وخاصة المسلمين. ده بحد ذاته يعتبر للأوروبيين تهديد، تهديد فيما معناه أن المسلمين هيجوا في يوم من الأيام ويحكموا أوروبا. طيب أوروبا مش عايزة ده يحصل، فبتعزز علاقتها بالدول اللي بتكافح من أجل الهجرة غير الشرعية اللي هي أهمها مين؟ أهمها مصر. طيب عندي في الحدود الشرقية لمصر في اللي بيحصل جرائم الإبادة الجماعية اللي بتتعمل في غزة، أهي استمرار الجرائم دي أو استمرار الحرب ده بدوره هيزود معدلات الهجرة غير الشرعية من الفلسطينيين للاتحاد الأوروبي، وبالتالي هيهد كل الممارسات اللي أوروبا عملتها طوال الفترة السابقة نتيجة اللي بتعمله إسرائيل. طيب ما هي أوروبا مصر من مصلحتها إن ما يتمش الاستمرار في الجرائم دي وإن عايزة تحقق السلام في القضية الفلسطينية، نفس المصلحة دي أوروبا دلوقتي بتتوافق مع مصر فيها لكن من منظور أمني فقط. طيب، اللي هو إن أنا ما ساعدش في زيادة اللجوء. اتفضل يا فندم. طيب يعني مجملا، إلى أي مدى نجحت الجهود المصرية والعربية في التصدي لامتداد دائرة العنف لمناطق أخرى في المنطقة؟ تمام، ممتاز. بص يا فندم، مصر نجحت على مستوى القوى الناعمه، وبرضه عشان يعني اكون واضح وصريح مع حضرتك، هي مصر بتخوض معركه دبلوماسيه، المعركه دي مصر بتستخدم فيها سلاح القوى الناعمه امام القوى الصلبه، وبالتالي مصر نجحت في ان هي تعمل نوع من الضغط الدولي او تدويل للقضيه الفلسطينيه، بقت دلوقتي محل الراي العام العالمي، وشفنا تظاهرات كثيره جدا حصلت في عواصم كثيره تنديدا بالممارسات الاسرائيليه. طيب ما هو ممكن نقول ان طب ما هو ده ما وقفش استخدام اسرائيل للقوه وعمليات القتل اللي بتعملها، ما وقفش صحيح، لكن هو فضح سمعه اسرائيل دوليا، وده تاثيره طويل الاجل شديد جدا على اسرائيل، لان اسرائيل بتعزز مقاومات الصوره الذهنيه اللي بتترسم في الاجيال اللي طالعه من اكثر من دوله في العالم او اكثر من قاره، ان هو يبقى عنده ارتباط عاطفي وولاء ذمي تجاه المجتمع اللي اجداده تعرضوا لمحرقه في الماضي، وهم دلوقتي المجتمع ده صاحب التقدم العلمي اللي بيفيد البشريه، ويطلع كل سنه رئيس الوزراء الاسرائيلي يروج بان اسرائيل هي الدوله الوحيده الديمقراطيه في الشرق الاوسط واللي ما فيهاش حروب طائفيه ولا حروب اهليه زي بقيه الدول، وبالتالي لما مصر تعزز الفضيحه دي مع من خلال ادوار حضراتكم ومن خلال التنسيق مع اكثر من دوله، انت هنا بتفضح كل الممارسات اللي اسرائيل فضلت تعملها على عقود بان هي كل ده وهم او يعني غلاف زائف بيكشف حقيقة الممارسات الإجرامية للمجتمع ده. صحيح. وبالتالي ده في حد ذاته يعتبر ضغط ويعتبر أداة قوية جدا. صحيح. تأثيرها يمكن مش باين قوي دلوقتي، لكن على مدى انت أضرت بسياسة الدولة بالكامل، وباين في الحركة الطلابية اللي بتشهدها الجامعات سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في أي في دول غربية تانية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة على هذا الشرح الهام والمبسط.